هبوط القلب. هبوط القلب الحقيقة مرض مهم قوي، ولو احنا بصينا في كتاب أمراض القلب هنلاقي هو النهاية الحتمية للكتاب كله. يعني هبوط القلب بيبقى ناتج عن الذبحة الصدرية، بيكون ناتج عن الصمامات، بيكون ناتج عن أمراض العضلة، عضلة القلب وتضخمها، عن عدم انتظام نبض القلب والذبذبة الأذنية وغيره وغيره وغيره. بالتأكيد إن المرض مريض هبوط القلب الشديد اللي بيكون فيه كفاءة القلب قليلة بيحددها الطبيب، بتحددها الموجات فوق الصوتية على القلب، لا يسمح له بالصيام بالتأكيد، لأنه طبعا بيحتاج مدرات للبول، وطبعا مدرات البول مع الصيام ما بتنفعش. الجفاف اللي بنحس بيه في فترة الصيام بيكون صعب جدا على أنه يتحمله مريض هبوط القلب. الصمامات ده ممكن يكون ضيق او ارتجاع في الصمام المترالي، ضيق او ارتجاع في الصمام الاورطه، ده غالبا على حسب حالته. روماتيزم القلب ده بيبقى الحقيقه ولله الحمد الفتره اللي فاتت مصر شهدت ان عدد الحالات الاصابه بروماتيزم القلب قلت جدا ولله الحمد، لكن طبعا اللي بيحدد ان المريض يصوم او لا هو طبيب القلب على حسب الحاله. لو في ضيق شديد في الصمام، ارتجاع شديد في الصمام المترالي او الاورطه، قد ان احنا نقول للمريض انه لا يسمح له بالصيام. طبعا المريض بنتجنب ان هو ياخد ملح كتير، يبذل مجهود كتير، فده لازم ياخد ادويته بانتظام، لازم يتابع كل فتره بالموجات فوق الصوتيه على القلب. الطبيب هو المسؤول، طبيب القلب هو المسؤول الأول على تحديد هذا المريض هيصوم ولا لا، على مسؤوليته الخاصة طبعا.